تحل اليوم ذكرى حل جماعة الإخوان الإرهابية في عام 1954، بعد محاولة الجماعة الإرهابية اغتيال الزعيم جمال عبد الناصر في محافظة الاسكندرية. حل الجماعة الإرهابية في عام 1954 لم يكن للمرة الأولى، بل سبقه قرار بحل الجماعة الإرهابية في عام 1948. نقطه خلاف جوهريه يمثلها مفهوم الوطن ما بين دوله المؤسسات والجماعات الارهابيه المتستره خلف الدين لغرض اخر متعلق بمصالح فرديه واجندات خارجيه جماعه الاخوان الارهابيه ضربت اكثر الامثله دلاله على استغلال الدين والحرص على المصالح الشخصيه وتنفيذ الاجندات غير الوطنيه والاضرار بمصالح البلاد والعباد والتاريخ لا يكذب ولفظ الشعب ومؤسساته للجماعه الارهابيه غير قابل للنسيان فكان الحظر الأول للجماعة الإرهابية من حكومة محمود فهم النقراشي في الثامن من ديسمبر عام 1948 حيث أصدر النقراشي قرارا بحل الجماعة بعد مرور 19 عاما على تأسيسها وذلك على خلفية اتهام الجماعة وأعضائها بالتحريض والعمل ضد أمن البلاد وبعد ثورة 23 يوليو المجيدة عام 1952 لم يتضح أن الجماعة الإرهابية استوعبت الدرس حيث صدر قرار ثان بحل جماعة الإخوان الإرهابية في التاسع والعشرين من أكتوبر عام 1954 بعد اتهامها بتدبير محاولة اغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في الإسكندرية وظل القرار ساريا حتى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر في سبتمبر عام 1970 وفي الوقت الذي كان يطمح فيه الشعب المصري لبناء دولته الحديثة اختطفت جماعة الإخوان الإرهابية تلك الأحلام خدمة للأغراض الخاصة التي وضعت الجماعة قبل الوطن فما كان من شعب مصر إلا أن قام بثورته المجيدة في الثلاثين من يونيو عام 2013 قبل أن يصدر قرار ثالث في ديسمبر من عام 2013 يصنف جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، كما صدر قرار قضائي في العام 2014 بحل ذراعها السياسي بعد ارتكاب الجماعة الإرهابية جرائم عديدة في حق مصر، من بينها تكوين التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري، وتهديد الوحدة الوطنية، ومخالفة النظام العام، والدعوة على التمييز بين المواطنين، بما يؤكد أن الإخوان الإرهابية لم تكن تسعى إلا نحو الهدم والاستماتة لنشر الفوضى والعنف في مصر، أو أينما حلت الجماعة الإرهابية.